والمترشحين السابقين لشراء اسهم الفريق وكشفت نفس المصادر ان شركه الاولى في الجزائر ضبطت كل الترتيبات بخصوص تركيب مجلس اداره الفريق الجديد ويستبعد العارفون بصفقه البيع ان تكون قد خصصت مقاعدا لبعض اعضاء مجلس اداره الفريق السابق مثلما ما يعتقد هؤلاء ولو يحدث ذلك قالت مصادرنا في وجودهم لا يتعدى عضوا واحدا وهذا من اجل ضمان المرحله الانتقاليه التي ستنقضي بانتهاء الموسم الكروي سمير غانا الشروق تي في